لو الاهلي كان لعب مانشستر سيتي كنت تتصور المباراه دي هتبقى عامله ازاي يا كابتن؟ هقول لك على حاجه، مانشستر سيتي ليه اسلوب معين، بس النادي الاهلي برضو يعني برضو كان هيبقى برضو متمرس، متمرس ان كانت وقفه اللاعيبه هتبقى صح. يعني كان في احتماليه ان ممكن الاهلي يكسب المباراه دي؟ إيه خلاص هو ما حصلتش، بس كان ممكن الاهلي يكسبها؟ إيه بس كل شيء في الكوره وارد، بس بصراحه كان صعب. صعب، بس كان هيبقى حاجه جميله جدا بالنسبه له، اللي هو بيلعب قدام مانشستر سيتي لعيبه هتشاف يعني قدام لعيبه معينه. ما هو لعب برضو قدام لعيبه معينه في اتحاد جده، بنزيما وكانتي وفابينيو ياسر ابراهيم مثلا. ما انا بكلمك من ضمن الحاجات المميزات اللي بقول لك عليها. يعني امبارح حتى تحس دخلت، يعني كهربا كان اوفسايد، كهربا لو حط الكوره كان في موقع تسلل. صح، اول ما اتعمل. صح صح، ياسر ابراهيم طبعا برضو بالقوه بتاعته، وياسر كان عندي، ياسر من ضمن اللعيبه اللي كان عندي في سموحه. وياسر عمل مباراه كمان تحديدا قدام اتحاد جده كانت عظيمه، عظيمه جدا قدام كريم بنزيما. وبصراحه ما تخيرش اي لعيب بالنسبه للنادي الاهلي بالذات، بس تاو اتغير تغيير غير عادي. كمان في النواحي الدفاعيه بصراحه، هو وحسين الشحات كانوا بيعملوا واجبات دفاعيه غير عاديه. فهو طبعا النادي الاهلي الف مبروك بصراحه ليه ولجمهوره. انت هتقول ايه لحسين الشحات؟ يعني في مباراه فلومينينزي حسين الشحات كان فيه اكتر كوره اعتمد على الشغل الفردي، يعني ما كانش بيدي زمان. كنت هتقول ايه لو انت كنت مدرب لحسين الشحات في مباراه زي دي؟ كنت هتقول ايه لحسين الشحات بعد المباراه؟ يعني برضو كنت هعاتبه. هعاتبه، لان برضو في اوقات زي النهارده، يعني في اوقات معينه لازم يكون في رؤيه، زي ما احنا بنقول اللعيب الاسهل بالنسبه لك الاختيار، ودي بتبقى صعبه. زي النهارده انا زعلت برضو في الجون بتاع اللي دخل في النادي الاهلي. مش ممكن برضه في حاجه ازاي انت تملي يبقى اللاعب بتاع ورا، تملي اللاعب يبقى قدامك. انا شفت اتنين لاعيبه في خط في ال 18 لما الكره اتلعبت بالهيدرز، مفيش حد معاهم. الاثنين الديفندرات بتوعنا هم قبلهم برضه في الهجمه. لا، تملي كمدرب، خلي اللاعب تملي قدامك مهما كان. خلي اللاعب تملي قدامك، اللاعب قدامك في حضنك. هو بياخدك لورا عشان يعمل اتساع لتطويل الملعب. انت بتعمل الزون بتاعك وبتطلع بالعمليه بالنسبه لك، لان الفرقه كلها دلوقتي، الفرقه من اول السنتر فيرويد اللي برضه كنت قلتها مع حضرتك طبعا، خير وسيله للدفاع الهجوم. وليس خير وسيله للهجوم خير وسيله للهجوم الدفاع. خير وسيله للهجوم الدفاع كان اول، خير وسيله للدفاع الهجوم. ايوه، خير وسيله للهجوم الدفاع. دلوقتي صح، انت واقف صح بتستحوذ. زي ما انت النهارده كنا مباراه معينه، النادي الاهلي كله تحت الكوره، تحت الكوره بيستحوذ على الكوره، بيبدا يبني، لان في الملعب ثلاث مراحل اللي احنا اتعلمناها، البدايه وبناء وانهاء. في الانهاء ده بعمل زي ما انت عاوز، الحته اللي انت قلتها بتاعت حسين الشحات. صح، لكن في الاول لو ما عملتش كل ده صح، حتى لو انت عندك احسن مهاجمين في العالم هتخسر. ما بيدافعش كويس، ما بيدافعش كويس هتخسر. حتى النهارده كنا بنقول خط الدفاع يبدا منين؟ من عند السنتر فيرويد. صح، الفرقه كلها، لان هي اربع لحظات في المباراه، لحظه الاستحواذ على الكوره بتعمل ايه، لحظه فقد الكوره بتعمل ايه، في الضربات الثابته بتعمل ايه اللي ليك، والضربات الثابته اللي عليك، دي كره القدم. صح،